أثناء تنفيذ خدمة مشتركة تنفيذا لبروتوكول تعاون مشترك على مستوى السد الثابت بولتام. تم على إثرها توقيف مركبة سياحية على متن شخصين. بعد التفتيش الدقيق للمركبة من طرف أفراد الخدمة المشتركة، تم العثور على كمية من المواد الصيدلانية نوع بريغابالين 300 ملغرام، كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف الأبواب الخلفية للمركبة. العملية مكنت من حجز 2841 كبسولة، وكذا سيارة سياحية كانت تستعمل في نقل هذه السموم وهاتف نقال. وتم على إثر ذلك توقيف شخصين وتقديمهم للجهات القضائية المختصة إقليميا، مع تحرير ملف منازعة ضدهما وحجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب.